بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. مثل ما تلاحظون، هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن النباتات المصابة بالفطريات. طبعا مثل ما تلاحظون، يوجد على الأوراق وعلى الأنسجة العلوية مجموعة كبيرة من الفطريات التي تعيش في السطح العلوي من الأنسجة النباتية. طبعا بعد حصول التليف النسيجي للأنسجة النباتية وموت الأنسجة، تتجمع بنسبة كبيرة جدا هذه الفطريات مثل ما تلاحظون. أنا أدعو جميع الباحثين بدراسة الفطريات يعني بشتى أنواعها، والتجريب عليها يعني شتى أنواع المضادات الحيوية، يعني لمعرفة ما يناسب هذه الفطريات، ودراسة أمراض النباتات والاهتمام بالنباتات مهم جدا في حياة الإنسان. وأدعوكم يعني بتكثيف البحوث في هذا المجال، لأن صراحة مجال مهم جدا. مثل ما تلاحظون، المنطقة البيضاء هي توجد فصيلة من الفطريات لونها أبيض، يمكن زراعتها على يعني في مزارع خاصة، ومعرفة الفصيلة أكثر ودراستها تحت المجهر يعني بأسلوب مكثف. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.